مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنناقش فيها مستجدات مشاورات السلام في الكويت على خلفية إصرار الميليشيا رفض الشروع في المحادثات. جلسة مصغرة بين وفدي الحكومة والميليشيا جاءت وكأنها محاولة من المبعوث الأممي للقول إن المحادثات لم تفشل بعد، فيما الواقع يقول إن الميليشيا لا تزال مصرة على موقفها الذي قد يهدد المحادثات بالفشل في أي لحظة، وهو ما يبدو أنه صار قريبا مع حديث غير مؤكد أن وفد الحكومة أبلغ سفراء الدول 18 الراعية للمحادثات نيته تعليق المشاورات إذا لم تتوقف الخروقات العسكرية للميليشيا واستمرارها في رفض مناقشة أجندة الاجتماع. ميليشيا الحوثي لا تزال ترفض التقدم ولو خطوة واحدة باتجاه إنقاذ المحادثات وكأنها لا تعنيها. رئيس وفد الميليشيا ظهر في لقاء مع سفراء الدول الراعية للمحادثات مؤكدا موقف جماعته الرافض لأي نقاش حول نقطتي الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، مشيرا إلى أن ذلك أمر مرفوض بعد عام من الحرب حسب قوله، مشترطا حكومة شراكة وطنية يكون لجماعته فيها نصيب الأسد، وهو ما يعيد للأذهان اتفاق السلم والشراكة الذي ينصب جهد الميليشيا في محاولة لإعادتها للحياة. المحادثات وموقف الحكومة من استمرار رفض الميليشيا لكل جهود الحل في الكويت ستكون محور حديثنا هذا المساء، لكن بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بعد سلسلة لقاءات منفردة عقدها المبعوث الأممي بوفدي الحكومة والميليشيا في الكويت، تم أخيرا عقد أول لقاء يضم الوفدين منذ توقف المحادثات. اللقاء المصغر الذي عقده ولد الشيخ بعدد محدود من الوفدين بدا وكأنه محاولة للتأكيد على أن المحادثات لا تزال قائمة، لكن اللقاء لم يخرج بأي تطور يشير لأن المباحثات ستتجاوز عقبات الإفشال التي تضعها الميليشيا. رئيس وفد الحكومة عبد الملك المخلافي أكد حرص حكومته على إنجاح المشاورات بقوله كلما أغلق باب أمام السلام سنفتح بابا آخر، ولكن طريق السلام واضح ومعروف وهو استعادة الدولة كما قال، مؤكدا في بيان له على صفحته الشخصية أن وفده متمسك بالمرجعيات وبما يحقق سلاما يستعيد الدولة ويخولها وحدها احتكار السلاح. أما رئيس وفد الميليشيا فكان يتحدث في لقاء مع سفراء الدول 18 الراعية للمشاورات عن رفض جماعته تسليم سلاحها، مؤكدا أنه بعد عام من الحرب لا يمكن لجماعة أن تسلم سلاحها للطرف الآخر حسب قوله. بعد عام من الحرب لا يمكن أحد أن يأتي ليسلم ما بيديه الطرف الآخر بعد ما حصل. حديث عبد السلام ليس جديدا، فهو تأكيد على موقف الميليشيا التي تؤكد دائما أنها جاءت إلى الكويت لإيقاف غارات التحالف وبحث تشكيل حكومة تكون طرفا فيها، وتعتبر الحديث عن سيطرتها على الدولة والسلاح أمرا غير قابل للنقاش في هذه المرحلة على الأقل. ومع استمرار وفد الميليشيا في رفضه متذرعا بأنه من غير الممكن تنفيذ هذين البندين الآن، قدم وفد الحكومة تصوره ورؤيته الخاصة بالانسحاب وتسليم السلاح وتشكيل اللجان الأمنية، فيما ذكرت مصادر في الكويت أن المبعوث الأممي طالب الوفدين بتقديم رؤيتهما لتنفيذ النقاط الخمس. إذن مشاهدينا، لمناقشة موضوع حلقتنا سينضم إلينا من الكويت عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي رنا غانم. مساء الخير سيدة رنا. مساء النور. سيدة رنا، في البداية تتحدث الأخبار عن أن الوفد الحكومي أبلغ سفراء الدول 18 نيته تعليق مشاركته في المحادثات على خلفية استمرار انتهاكات الميليشيا وعرقلاتها لسير المشاورات، هل هذه الأخبار صحيحة؟ نعم، هناك العديد من الرسائل التي قدمها الوفد الأساسي للوفد الرئيس المفاوض لجميع الدول عن الانتهاكات والخروقات التي تمت، وبالذات ما يحدث اليوم في تعز من انتهاكات وعنف طال المدنيين بشكل يعني غير مسبوق حتى. نعم، أمس أيضا عقد ولد الشيخ جلسة مصغرة مع أعضاء من الوفدين، ما الذي حمله المبعوث الأممي من جديد في هذا اللقاء؟ والله حتى الآن الفريق الحوثيين وصالح يسعوا إلى فرض أجندة لمحاورات سياسية، ولكن هذا لن يتم، إنما يجب النظر إلى السلام بشكل شامل، فبحيث أننا نبدأ بمسألة الترتيبات الأمنية. ضغط وفدنا في هذا الاتجاه، مما دفع إسماعيل ولد الشيخ أن يطلب من الفريقين أن تسليم رؤيتهم حول الترتيبات الأمنية. كان فريقنا جاهز وسلم رؤيته في
في الترتيبات الأمنية، بينما طلب وفد الحوثيين وصالح تسليم هذه الرؤية حتى يوم السبت. نعم، هل نتوقع باستمرار رفض الميليشيا للشروع في جدول الأعمال انسحاب وفد الوفد الحكومي إذا ما استمرت الميليشيا بالمماطلة؟ الحديث مبكر عن مسألة انسحاب، ولكننا اليوم نضغط ونوضح للعالم فمثل هذه الخروقات التي يقوم بها الحوثيين وصالح، هم فقط يريدون يفهمون وقف إطلاق النار بوقف للطيران، ونحن نرى اليوم تحليق الطيران هو أيضا من أجل السلام، لأنه لابد أن يكون هناك مراقبة جوية لتحركات الحوثيين من موقع إلى آخر. وأيضا ندفع، يعني نتحدث اليوم عن 3276 خرق من يوم 10 إبريل حتى اليوم من قبل ميليشيا الحوثيين وصالح، فنحن في هذه الجولة نود أن يعني نكون أكثر صبرا، لأن حرصنا على السلام يستدعي منا أيضا أن نصبر وأن يعني ننتظر قليلا حتى يعني نحقق شيء في هذه المشاورة. نعم سيدة رنا، ولكن يعني ألا تعتقدون أن مثل هذا الموقف هو ما يجعل الميليشيا تستمر في تعنتها أكثر مستغلة هذا الموقف؟ أعتقد أن الميليشيا اليوم تشعر أنها يعني باتت مفضوحة أمام العالم، أمام المجتمع الدولي. لا أرى، وعلى العكس هناك الكثير من الضغوط اليوم في مشاورات الكويت عليها من دول مجلس التعاون، من سفراء الدول الخمس دائمة العضوية، بأنه لا يمكن أن تخرج مشاورات الكويت ليست كأي مشاورات، لابد أن يكون هناك يعني شيء للتقدم نحو الحل السلمي. أعتقد هم مضغوطون الآن ويحاولوا أن يناوروا ويضيعوا الوقت يعني حتى لا تخرج مشاورات الكويت بأي نتيجة. نعم سيدة رنا، أيضا الميليشيا تستمر في رفضها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح فيما الوفد الحكومي قدم رؤيته لتنفيذ هذين البندين، ما هي رؤية الحكومة بهذا الخصوص؟ هناك تفاصيل كثيرة أخي العزيز حول ترتيبات الانسحاب، لمن تنسحب، ما هي المعسكرات التي يتم تسليمها، ما هو نوع السلاح، ما هو، وهذه الرؤية بالكامل يعني تم تقديمها إلى ولد الشيخ، ومن الصعب الحديث عنها في دقائق. نعم، إذا تكرمي بالبقاء معنا سيدة رنا غانم. سينضم إلينا الآن من المملكة المتحدة رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا بكم يا دكتور. 8 أيام ولم تبدأ مشاورات الكويت بعد مع استمرار الميليشيا في رفضها الشروع في المحادثات، إلى أين تمضي جولة الكويت برأيك؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك وللزميلة رنا ولكل ضيوفك الكرام والمشاهدين الأكارم. أولا يعني أرجو أن تلاحظوا معي الآتي، يعني تلك الانقلابيون منذ البداية في مسألة المشاركة في المفاوضات وكانوا أو المشاورات كما يترددون يتلكؤون في تسميتها، وظلوا يطرحون ويحاورون ويناورون، وآخر ما صرحوا وهم في الطريق أنه نحن لنا ملاحظات على التراتبية. وصلوا إلى الكويت وكانت العملية، يعني هذه ملاحظة ثانية، أن وصلوا إلى الكويت وإلى اليوم نحن 8 أيام نتحاور حول جدول الأعمال. يعني صار من المضحك جدا أن الموافقة على جدول الأعمال اليمنيون ينتظرون وكأنه سيحق لهم منجزا عظيما، مع أن الإغرام بجدول الأعمال هو فقط تسمية النقاط التي سيتم الحوار عنها وترتيبها في الجدول، وهذا يعني أن الجماعة جاءوا إلى الكويت وهم مضمرين سلفا عدم الخوض في مشاورات جدية، هم يراهنون على متغيرات أخرى، هم لا يرغبون في الاعتراف بوجود دولة، وإذا تحدثوا عن دولة فهم يقصدون أنفسهم، لا يقصدون الدولة التي أقر بها اليمنيون والتي لنا ملاحظات كثيرة عليها. نعم. لكنها في الأخير دولة شرعية، يعني دولة شرعية وإن بصورة يعني شكلية، لكنها شرعية باعتبار في انتخابات وفي فعاليات جماهيرية وفي فعاليات دستورية تمت.
هؤلاء لا يضمرون إلا مواصلة المعارك على الأرض، وهم اليوم نعم. هو هذا ما هو باين من خلال تصريحاتهم يعني ومواقفهم يا دكتور، يعني تحدثهم دائما عن أن رهانهم أكبر على الأرض، بينما يعني وجودهم في الكويت كان إرضاء، قد نقول إرضاء للمجتمع الدولي. يعني ما الذي يعني يفرض هذه المدارات لهم من قبل سواء الشرعية أو الخليج أو المجتمع الدولي؟ يعني إذا كان كما قلت أكثر من 7 أيام وهم يدارهم على مسألة إقرار جدول الأعمال. أنا أعتقد أن الجماعة الإنقلابية متفقة على نقطة واحدة، وهي وضع الحكومة الشرعية في الزاوية وإجبارها على الانسحاب. اليوم الأعمال التي تتم في تعز وفي الجوف وفي البيضة وفي مكيراس وفي بيحان تقول أن الجماعة قادمين على معركة أكثر شراسة من تلك التي قد شهدتها هذه المناطق على الأقل. نعم. لم يكن ناويين على فتح جبهات جديدة. سمعت أنا بعض المعلقين يدعون وفد الحكومة إلى الانسحاب. أتمنى أن لا ينسحب وفد الحكومة وأن يجبروهم هم على الانسحاب. شخصيا أنا لم أكن قط متفائلا في التعامل مع هذه الجماعة منذ بدء عملي المشترك سواء مع علي عبد الله صالح وجماعاته أو مع الحوثيين أثناء الذهاب إلى صعدة. لم أكن واثقا بأن هؤلاء سيفعلون ما يقولون. هم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. نعم. وأعتقد أنهم مضمرين على إحداث تغييرات ميدانية، لم يقتنعوا بأنهم مشروعهم قد صار مهزوم. ولذلك أتمنى على دول التحالف التي يعتقد البعض أنها قد أنهكت أن تكمل مشوارها وأن تكون مستعدة لأي مفاجآت قد يقدمها عليها هذا الفريق، لا أقول المجنون، ولكن هذا الفريق المتهور الذي ليس لديه أي شعور بالمسؤولية، لا نعم. تجاه ضحايا من الطرف المخاصم ولا تجاه حتى أنصاره الذين يقدمهم كما تقدم البهائم على المذابح. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا دكتور. نعود بالسؤال إلى السيدة رنا غانم. سيدة رنا، دكتور عيدروس تحدث عن أن يعني 8 أيام في مدارات لهذا لوفد الميليشيا بالقبول بجدول الأعمال، هذا يعبر عن مضيعة للوقت. يعني ما الذي يعني لماذا كل هذه المدارات من أجل قبول بجدول أعمال كان من المفترض أن يكون متفق عليه من قبل الشروع بالمحادثات؟ أولا جدول الأعمال كان متفق عليه أساسا من بيل، وكانت إحدى مخرجات بيل هو الاتفاق على جدول الأعمال. نعم. جاءوا إلى الكويت وبدأت يعني رأينا كلنا أو تابعنا هذه المماطلة بأنه لم يحدث هناك وقف لإطلاق النار، ويرونهم وقف إطلاق النار بمعنى وقف الطيران عن التحليق فقط، وحاولوا أن يكسبوا هذا الوقت بعدم الخوض. وعندما تم الضغط عليهم وهناك ضغوطات كبيرة منها البيان الرئاسي الذي أصدرته الأمم المتحدة وجلوسهم مع الدول الخمس دائمة العضوية، تمت هناك ضغوطات كبيرة عليهم في هذا الاتجاه وقبلوا وقالوا يعني سنناقش في جدول الأعمال. وتم الطرح لهم بأن أي آراء لكم يعني ضعوها ضمن النقاط الموجودة في جدول الأعمال. منذ 3 أيام دكتورة، يعني سيدة رنا، هو أيضا منذ 3 أيام تم الإقرار، ما الذي تم في إطار هذا الجدول؟ هم في الأخير أنكروا حتى أنهم أقروا جدول الأعمال، يعني أنكروا هذه النقطة. هؤلاء أخي ليس لهم هدف إلا هدفا واحد، الهدف الأول الذي جاءوا إليه في مشاورات الكويت هو وقف الطيران، والهدف الثاني إن استطاعوا أن يخرجوا به وهو التوصل إلى يعني اتفاق سياسي يلغي الشرعية القائمة الآن. هم يريدون حكومة وفاق وطني، بالتالي حكومة الوفاق الوطني ستلغي شرعية الشرعية القائمة، وهم يعني هدفهم هو هذا، ولكن هذا لن يتم. نعم، أيضا هناك حديث عن التنفيذ المتزامن للنقاط الخمس، كيف ترونه أنتم مع أنه يبدو أقرب إلى رؤية الميليشيا؟ هم يرون التنفيذ المتزامن للنقاط الخمسة بمعنى أن يتم الخوض في العملية السياسية. نحن قلنا أنه يمكن النقاش المتزامن للنقاط الخمس، ولكن مسألة التنفيذ يعني حتى مسألة التنفيذ لا يمكن أن أعيد مؤسسات الدولة دون أن أبدأ بسحب الآليات الثقيلة والمتوسطة وبدون أن أسحب الميليشيات. يعني حتى غير منطقي التزامن في التنفيذ، ولكن هم
ذهبوا إلى أبعد من ذلك، هم يرون التزامن في الدخول في العملية السياسية، رغم أن الخوف في يعني الجدول يقول أو الإطار العام للمفاوضات لا يتحدث أبدا عن الخوف في العملية السياسية، بينما يتحدث عن الرجوع يعني إرجاع العملية السياسية إلى ما كانت عليه في قبل دخول صنعاء. والخوض في العملية السياسية لم يكون اليوم في مشاورات الكويت، لأن هناك يجب أن تمثل كل القوى والمكونات السياسية في هذا الحوار، لكن هم يعني واهمون بأنه ممكن أن يتحدثوا عن عملية سياسية في مشاورات الكويت، وهذا ما لا يمكن أن نجبر عليه. يعني لن يكون مقبول على الإطلاق موضوع يعني رؤية الميليشيا في مسألة العملية السياسية؟ لا يمكن، حتى في جدول الأعمال المتفق عليه أنت لا ليس هناك ما يذكر بأنه يتم مناقشة العملية السياسية في جدول بيل. تم طرح يعني في النقطة الأخيرة استعادة مؤسسات الدولة واستعادة العملية السياسية إلى ما كانت عليه قبل دخول صنعاء في 21 سبتمبر. نعم، ابقي معنا سيدة رنا. نعود بالسؤال إلى الدكتور عيدروس. دكتور عيدروس، رئيس وفد الميليشيا ظهر في لقاء بسفراء الدول 18 متحدثا عن رفض جماعته تسليم سلاحها، مشترطا تشكيل حكومة وحدة وطنية وأيضا الدخول في ترتيبات سياسية. هل نحن إزاء اتفاق سلم وشراكة جديد؟ أعتقد أن الجماعة ذهبوا إلى الكويت زي ما قلت يعني مرغمين من أجل أن لا يقال عنهم أنهم لا يخوضون في مناقشات أو لا ينفذون، يعني وعدوا بتنفيذ قرار مجلس الأمن. يعني لو أن الأخ إسماعيل ولد الشيخ قاد معهم لقال لهم طيب نفذوا قرار مجلس الأمن خلاص، يعني لا يحتاج مسألة إلى حوار. لكن أتفهمنا أن الأمم المتحدة تعمل بالمساعي المرنة الوسطية، محاولة تقريب وجهات النظر ويعني تقديم حلول الوسط، لكن هم يعني يفهمون بحكومة الوحدة الوطنية أنه حكومة يكونوا هم ماسكين فيها بالنصف بالنسبة للوزارات، لكن يعني تماما مثل حكومة باسندوا، مع فارق أنهم اليوم سيطروا على المعسكرات، نهبوا الأسلحة، حوثنوا مؤسسات الدولة وحولوها إلى يعني ألغوا الوظائف العامة واستبدل الموظفون العامون واستبدلوهم بحوثيين او متحوثين من جماعه صالح ومن انصارهم في المناطق المختلفه، ويعني ابتلعوا الدوله من الداخل وسياتون وسيتصدقون على الرئيس عبد الرب منصور وانصاره بمجموعه من الوزارات ويقولون سوينا حكومه وحده وطنيه. حكومه وحده وطنيه هي حوثيه في جوهرها وفي مضمونها وفي وظائفها. هذا ضحك على الاخرين، هذا ضحك على الاخرين، واعتقد ان الاخوه متفهمين لذلك. نعم، ولكن دكتور أيضا أنت تحدثت عن يعني مرونة التعامل من قبل الأمم المتحدة. إذا كانت هذه المرونة في خلال الأيام القادمة يعني تقاربت مع رؤى وقناعات الميليشيا، يعني كيف سيكون الواقع؟ الحقيقة أنا منذ اليوم الأول قلت في أول لقاء أعتقد مع قناتكم أو مع قناة أخرى أنه الأمم المتحدة هي أصدرت قرار من المفروض أنها تكون هي من يحرص على تنفيذ القرار، وإلا تتودد لدى عبد الرب منصور أنه يغير في مضامين القرار. مضمون القرار يقول إطلاق سراح المعتقلين، إعادة الدولة، إعادة الأسلحة، العودة إلى ما قبل 21 سبتمبر، يعني العودة إلى طاولة الحوار على أساس منهجات الحوار الوطني التي شخصيا اللي عليها ملاحظات كثيرة. لكن إسماعيل ولد الشيخ معروف أنه يريد أن يحقق نجاحات، وهذه ما يسمونها الاختراقات، لأن الجماعة متماثلين ومتمسكين بنتائج ما بعد 21 سبتمبر، وهذه مخالفة لمنطق التاريخ ومنطق السياسة ومنطق اللغة، فليحافظوا على انقلابهم وليستمروا. لكن للأسف الشديد المتضرر الأكبر هو الشعب اليمني الذي يدفع يوميا من الدماء والأرواح ما لا يحتمل، يعني ما لا يحتمله شعب آخر. نعم دكتور. سيدة رنا، نعود بالسؤال لك. من المتوقع أن يلتقي الوفدين يوم غد السبت، ما توقعاتكم لهذا اللقاء؟ يعني ما هي أبرز النقاط التي سيتم مناقشتها في هذا اللقاء؟
يفترض أن أبرز النقاط التي يتم مناقشتها في جدول أعمال يوم السبت هو الترتيبات الأمنية، يعني ما الذي رؤية كل طرف حول الترتيبات الأمنية، هذا في حال ما إذا سلم فريق الإنقلابيين رؤيتهم حول الترتيبات الأمنية. ودعني فقط هنا أضيف أننا طبعا طرحنا للمجتمع الدولي وطرحنا لإخواننا في مجلس التعاون الخليجي وطرحنا لمندوب الأمم المتحدة الأخ إسماعيل ولد الشيخ أنه لا يمكن لليمنيين تكرار ما حدث في الحوار عندما يعني قبل واحد أو بعد 21 سبتمبر عندما طرح جمال بن عمر وأعلن أن اليمنيين وصلوا إلى اتفاق 75% لأنه يعني تم الحديث عن الجانب السياسي وكان الجانب الأمني تم يعني كان يعتقد أن الجانب الأمني هو 5%. فتفهموا هذا الوضع وأن اليمنيين لا يمكن أن يكرروا مثل تلك التجربة. نعم، إذا يعني في جلسة الغد ظلينا في نفس النقطة التي ما زال يعني الوفدين يناقشون منذ 8 أيام، ما الذي سيتم بعده؟ ومتوقع يعني نحن لن يعني سنأخذ نفس طويل، هم يريدون أن ننسحب نحن، يضغطون في هذا الاتجاه بأن ودائما أخي في المشاورات يكون يعني الطرف الجاد هو الذي ينهك لأن الطرف المستهتر لا يعنيه، ولكن نحن يعني سندفع بقدر ما يعني بكل ما أوتينا من قوة بمزيد من الصبر والخروج باتفاق في أو بالخروج بحلول في هذه المشاورات. نعم، أشكرك السيدة رنا غانم عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي في الكويت، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. نعود بالسؤال إلى الدكتور عيدروس. دكتور عيدروس، إذا ما عدنا بالحديث حول اتفاق السلم والشراكة، هل يبدو مثل هذا الاتفاق واردا وأيضا قابلا للتنفيذ في هذه اللحظة؟ أعتقد أنه ما يجري في اليمن اليوم هو نتيجة لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعه اليمنيون تحت تهديد السلاح، واعتقد انه كان اكبر كارثه على اليمنيين لانه وقع يوم 21 سبتمبر بعد ان سقطت صنعاء وصارت بيد الميليشيا. واعتقد ان الرئيس عبد الرب المنصور عندما وجه بالموافقه عليه كان يعني كان يراعي الوضع يعني الاختلال الذي جرى في ميزان القوى نتيجه للسلاح على صنعاء. هذا الاتفاق يجب ان يسقط من تاريخ التوافقات السياسيه اليمنيه، ويجب ان يعود الناس مع انه قلت انا ان لا يتحفظ كثير على نتائج مؤتمر الحوار الوطني، لكن فليتحاور الناس على نتائج مؤتمر الحوار الوطني وكيفيه تنفيذها وليس على ما بعد 21 سبتمبر. يعني اتفاق السلم والشراكه هو كان الغاء لنتائج الحوار الوطني، فلا يمكن ان نعمل على تنفيذ يعني مخرجات الحوار الوطني من ناحيه واتفاق السلم والشراكه الذي يتناقض معها من ناحيه اخرى. لن يكون للحوثيين الا المكانه المناسبه لحجمهم الحقيقي وليس اكثر من حجمهم. هذا بعد ان يدفعوا ثمن الجرائم التي ارتكبوها، وشخصيا اتحفظ وانادي المنظمات الحقوقيه ان تحتفظ بحقها في مقاضاه هؤلاء المجرمين حتى لو توافق الطرفان المتصارعان الآن. الحقوقيون عليهم واجب أخلاقي وقانوني أن يجرجروا هؤلاء إلى محاكم القضاء، أما المحلية أو الدولية أن تعثر محاكمتهم محليا. نعم دكتور، الوفدين على موعد اللقاء غدا على طاولة المباحثات، ما هي الخيارات التي تعتقد أن على الوفد الحكومي المضي فيها في هذا التوقيت إذا ما استمرت المماطلة من قبل الميليشيا؟ نعم، الوفدان على موعد غدا كما علمت انه اليوم جمعه ولم تتم اي محادثات، لكن بالتاكيد بكره سيلتقون، واتوقع انهم سيبداون من حيث بداوا اول يوم وستبدا الاختلافات على اي نقطه سنبدا بها. وحتى لو قالوا لهم سنبدا بالقضيه السياسيه، لو الفريق الحكومي لو جار الجماعه على موضوع القضيه السياسيه سيبداون كما نصيبنا من الوزارات، وليس كيف نلغي اثار الانقلاب ونعيد الحياه السياسيه الى طبيعتها ثم نستأنف الحديث في صنعاء. هذا الكلام ينبغي ان يكون
لذلك أنا أدعو الفريق الحكومي أولا أن يتمسك بالمنطلقات المرجعيات الأساسية التي اتفق الطرفان على النقاش حولها على الانطلاق منها. ثانيا أن لا يتهوروا في مسألة موضوع الانسحاب، أنا لا أدعوهم إلى الانسحاب، يجب أن يرغموا الطرف الآخر هو على الانسحاب، لكن يجب أن لا نحاورهم وهم يقتلون، يجب الرد على القتل بمهاجمة مواقعهم وإبعادهم وكسر شوكتهم. هؤلاء لن يتراجعوا. علي عبد الله صالح سار عليه الشعب بكامله وظل يراوغ وظل ينتظر اللحظة حتى تقنص الفرصة وانتقم من الشعب اليمني ومن الرئيس عبد الرب منصور ومن القوى السياسية كلها ومن التاريخ كله، وهؤلاء هم رديف لعلي عبد الله صالح وحليفه في هذه العملية، وبالتالي لن يدعنوا إلا بعد كسر شوكتهم عسكريا، إلا بعد انتزاع أدوات قوتهم مخالبهم. نعم، إذن يستمروا بمداراتهم حتى آخر لحظة دكتور. ها حبيبي، ها دكتور، يعني الوفد الحكومي يستمر في مدارات هذه الميليشيا حتى آخر لحظة وحتى تعلن هي يعني قرارها بالانسحاب؟ هم جاءوا مقررين الانسحاب، ولذلك علينا أن نتركهم وهم ينسحبون، لا نلبي لهم طلبهم وتصبح، رغم أنه من حق يعني لو جينا لها من الناحية المنطقية من حق الوفد الحكومي أن ينسحب، لكن في إطار التكتيك السياسي يجب أن يبقى وينسحبوهم، هم من سينسحب، ثقوا أنهم سينسحبون. وأقول أنه في هذه اللحظة لست متفائلا ولا أتوقع أي نتائج من الكويت، هم ينتظرون ملك جديد يتجول لهم كما فعل معهم سمو الأمير صباح، أحمد صباح. لن نجيب لهم كل لحظة ملك أو أمير يتودد لهم عشان يعودوا إلى طاولة المحادثات ثم يعودوا إلى نقطة الصفر. هؤلاء ليسوا جادين وعلينا أن نفهم. نعم، أشكرك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. ينضم مشاهدينا إلينا الآن من الرياض رئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد. مرحبا سيد عبد السلام. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد السلام. حتى الآن لا يزال وفد الميليشيا يرفض الدخول في مناقشة جدول أعمال اللقاء، إلى ماذا يستند في رفضه هذا؟ طبعا الانقلابيون هم الآن يتلاعبون بالوقت ويريدون أو ينتظرون فرصة أخرى تسمح لهم قد يكون تغير إقليمي أو دولي حدث ما، أو محاولة لاختراق جبهة من الجبهات لفرض أمر واقع جديد. نعم. وحتى يحدثوا انتصار على الأرض ثم يلزموا الشرعية ببعض التنازلات. هم يدركون أنهم لأول مرة يذهبون إلى مفاوضات وهم أكثر انهزاما ولم يحققوا انتصارات حقيقية واضحة، وهم يبحثون الآن انتصارا حتى ولو إعلاميا. نعم، يعني سيد عبد السلام، إذا ما تحدثنا عن سيناريوهات الفشل، ما هي خيارات الأطراف بعد جولة الكويت؟ الحكومة تحديدا ما هي خياراتها للتعامل مع ما بعد الكويت؟ يفترض الحكومة خيارات حتى الآن أثناء المفاوضات. طبعا في النهاية لن تكون هناك مخرج لليمن إلا بحل سياسي، لكن يسبق هذا الحل هو إلزام الانقلابيين على الاستسلام. نعم. وهذا الفرض، فرض الاستسلام، يحتاج إلى قوة في الواقع وعلى الأرض تتمكن من إجبارهم على الاستسلام. بالتالي نعم. هذه المفاوضات لن تحقق شيء طالما الواقع والميدان لم يتغير وهناك هدوء للجبهات من اتجاه الشرعية، بينما هناك محاولات الاختراق من قبل الانقلابيين. أنا أعتقد أن هناك يفترض بالجبهة الشرعية نعم. أن تتحرك لفرض السلام من خلال فرض القوة على الأمر الواقع على الأرض، وللأسف الشرعية لم تعمل ذلك، هي تتجه باتجاه خيارات السلام 100% ولا تتجه باتجاه فرض أمر الواقع. وأنا أعتقد ما بعد المفاوضات هذا أمر متعلق ليس باليمن فقط بل بالتحالف العربي. جيد، بالنسبة للتحالف العربي، هل تعتقد أن لا زال لديه النية لاستكمال هذه الحرب، أم أنه سيتجه للمضي وراء لعبة جولات متعددة من المحادثات التي لا توصل إلى شيء؟ التحالف العربي هو يحتاج إلى أوراق قوة من قبل الشرعية، ولا
ولا يمكن له البقاء باستمرار الحرب لسنوات. لكن علينا أن نفهم شيء، أن هذا الأمن الإقليمي لدول الخليج مهم جدا بالنسبة لهم اليمن، وبالتالي ليس من السهل الاستسلام وإيقاف الأعمال العسكرية بمجرد وعود ومجرد مفاوضات ومجرد استجراء وملاحقة للإنقلابيين بأن يوقعوا هذه الورقة أو تلك. أنا أعتقد أن التحالف سك معين في هذه المفاوضات، ومن ثم سيعود كما هو الحال عليه ربما لعمل عسكري أكثر عنفا وأكثر تنظيما وأدق أداء، وربما حتى قد يصل به الحال إلى دعم الجبهات باتجاه العاصمة صنعاء. نعم، ولكن سيد عبد السلام، يعني موقف قادة دول مجلس التعاون وأيضا المجتمع الدولي تجاه المدارات للميليشيا في سواء في المحادثات أو في مواقف أخرى، هذا ما يجعلها أكثر إصرارا على الاستمرار في مشروعها الذي يهدد دول المنطقة المجاورة. يعني على أي حال سيكون الواقع في حال ما فشلت هذه المحادثات؟ هذه استجراء المفاوضات هو انعكاس واضح للضغط الدولي وبالذات الضغط الأمريكي، وهذا الضغط مهما كان ومهما استمر، لكن الضغط هذا هو متبين من خلاله أن هناك مدارات كثيرة. نعم 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 نعم، مدارات لإيران في كل الجبهات وليس في اليمن فقط، وإيران وأذرعها الآن تتحرك باتجاه العرب وتضربهم في كل مكان، في مستشفيات وفي مساجد في سوريا في اليمن في العراق في كل مكان. نعم. فهناك عمل أمريكي وغطاء أمريكي واضح سياسي لإيران، لكن أعتقد أن المسألة لن تستمر بهذا الشكل، وسيكون هناك في الأخير انفجار للأوضاع ليس في اليمن فحسب، ربما في المنطقة كلها، وقد تتأثر دول الخليج وتتأثر الاتحاد الأوروبي وتتأثر الولايات المتحدة وتتأثر إيران. بالنسبة لليمن، أنا أعتقد لا يمكن وليس هناك فرصة أمام دول الخليج إلا فرض الشرعية في البلد ومن ثم محاولة فرض الاستسلام على الحوثيين، لأن البقاء بهذا الشكل الآن في خلال حوار ليس له مدى وليس له وضوح وليس له استراتيجية، عمليا هو إعطاء فرصة وعامل وقت للإنقلابيين لإعادة ترتيب أوراقهم على الأرض والسيطرة مرة أخرى على المناطق التي سقطت من أيديهم في اتجاه الشرعية. نعم، إذن أشكرك سيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف، كان معنا من الكويت انضمت إلينا السيدة رنا غانم عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي، وأيضا الشكر للدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، وأيضا نشكر السيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات. أشكر أيضا جميع طاقم العمل في الإعداد وأيضا في الإعداد الزميل كمال حيدر، كما أشكركم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.